أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة طريق الشعب، ونقرأ فيها مقال للكاتب عبد السادة البصري: الدعاية الانتخابية وعود الأحزاب الحاكمة وتصريحاتهم تنصب في بناء وطن خال من الفساد ينعم بالرخاء والاستقرار وجودة الخدمات من بلدية ومجاري وصحة وعمران وسكن لائق ومستوى عال للتعليم في كل مراحله، مع القضاء على البطالة ودعم الصناعة والزراعة والتجارة والثقافة والرياضة وكل مفصل من مفاصل الحياة، ولكنها تشبه مواعيد عرقوب فلا صدق ولا صحة لها. تصريحاتهم النارية وبرامجهم الانتخابية، إذا كانت هناك برامج، التي تتلى في كل لقاء إذاعي أو تلفزي أو أمام جمع من المواطنين لكسب أصواتهم، تجعل هؤلاء يتساءلون عما يسمعونه وما عاشوه وما يعيشونه طيلة السنوات هذه، والذي تصدعت به رؤوسهم فيما لم يتغير شيء أبدا، بل من سيء إلى أسوأ، وهم يرددون وما مواعيد عرقوب لها مثلا. لقد أصبحت الدعاية الانتخابية عندنا كمواعيد عرقوب للأسف، توجع رؤوسنا وتشغل عقولنا دون أدنى فائدة ولا تحقيق لوعد، إذ ما إن تطأ رجل المرشح بعد فوزه عتبة باب المجلس البرلمان أو المحافظة حتى يرمي بكل ما أعطاه من وعود في سلة المهملات مع أول ورقة يكتبها ويمزقها قائلا في قرارة نفسه: مالي ومال الناس، علينا أن نعي دائما أن المواعيد العقوبية سينكشف زيفها وسيعرفنا الناس على حقيقتنا، وبالتالي نخسر كل شيء، وإن كل ما حصدناه لأنفسنا ستذروه الرياح بعيدا. ونقرأ مقالا من موقع كتابات بعنوان: تسخير موارد الدولة لصالح الكتل السياسية والمرشحين، للكاتب رياض سعد. يقول فيه: ذكرت بعض المنظمات أن نسبة 80% من الحملات الانتخابية في العراق تمول من المال العام، ما يجعل أصحابها أصحاب الحظ الأوفر بحصد مقاعد في مجلس المحافظة بغض النظر عن المنافسة مع القوى الأخرى. ومن الواضح أن استخدام موارد الدولة في الانتخابات لا يختلف عن تزويرها، إن استغلال المال العام يتم في وضح النهار لدرجة أنك تستطيع معرفة ذلك بمجرد تصفح ومطالعة صفحات الأحزاب والكتل والمرشحين. إذ ترى بأم العين كيف يقوم هذا المرشح أو ذاك بإيصال المحولة الكهربائية إلى هذا الحي أو تلك المنطقة، ويبلط الطرق والشوارع، ويبطن الأنهر، ويوزع الأسمدة الزراعية، ويقيم المشاريع الترفيهية، وكأنه هو من يمول تلك المشاريع وليس خزينة العراق وموارد الدولة. لقد أثبت هؤلاء الفاسدون والمنكوسون أن المال ونفوذ الدولة ليس تجارة رابحة وحسب، بل سلاح جديد يمكنه تمويل الانتخابات والمؤامرات والأزمات وحشد المقاتلين والمشاركين في الانتخابات بالأجرة، بما يحدث انقلابا شاملا في مفهوم الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والتي تمثل إرادة الشعب الواقعية. نعم، هؤلاء الأوباش يعملون على إدارة حروب العصابات والسرقات وتدوير الأزمات وتكرار نفس الوجوه والشخصيات، وقد برعوا في استدامتها طوال هذه السنين، فهم يريدون انتخابات وهمية وسطحية تفتقر للحد الأدنى من شروط الشفافية والنزاهة، وإن هذه التعيينات والهبات والتبرعات والمشاريع الترقيعية والخدمات البسيطة من أموالنا واستحقاقاتنا الوطنية، لا صدقة حسنة منهم، وليس فيها منة من أحد، إنهم يستغفلوننا ويضحكون علينا ويحاربوننا ويدمروننا ويشوهون مبادئنا الوطنية وقيمنا الأخلاقية بأموالنا وموارد دولتنا وإمكانيات بلدنا.
وفي صحيفة المدى نقرأ مقالا بعنوان كرسي الحلبوسي للكاتب علي حسين، يقول فيه: لا أريد أن أخصص مقالي عن تظاهرات تشرين التي يعتقد السياسيون أنها سبب خراب العراق، وأن شباب الاحتجاجات هم من سرقوا موازنات العشرين عاما الماضية واستولوا على أموال الكهرباء والحصة التموينية والمستشفيات والمدارس، وافتتحوا فضائيات بأموال الدولة المنهوبة. يقول الكاتب: سأترك ذلك يا سادة وأتحدث عن كرسي محمد الحلبوسي الذي سحبته منه المحكمة الاتحادية بعد أن حصل عليه قبل 5 سنوات في مزاد أقيم داخل قبة البرلمان، وكان المنادي آنذاك النائب أحمد الجبوري أبو مازن نتابع. إذا سألت عن رأيي في قرار المحكمة الاتحادية فأنا أيضا مثل ملايين المواطنين لا نعرف كيف ولماذا أصبح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، ومن سهل له الحصول على كل هذه الثروة والمكانة خلال سنوات قليلة، وأيضا لا ندري سر هذه المحاصصة التي ننام ونصحو عليها، والتي تكشف كل يوم زيف بعض القوى السياسية التي رفعت لواء الكفاءات وصدعت رؤوسنا بحديث عن المهنية، لكنها أمام تقاسم السلطة آثرت أن تنضم إلى عالم المحسوبية السياسية. أتساءل لماذا يصر البعض من ساستنا ومسؤولينا أن يتحول إلى خطيب مفوه عندما يتم الاقتراب من كرسيه، وتجده يصرخ في الفضائيات لا حل إلا بتوليه المسؤولية، ليتحول إلى معالي أو فخامة، فهو يعتقد أنه وحده القادر على السير بهذه البلاد إلى بر الأمان. الساسة المتحاصصون يتصورون أن العيش في ظل حكاية علي بابا والأربعين حرامي أفضل من بناء دولة مؤسسات. ما هو المنجز الكبير الذي نباهي به شعوب العالم؟ وماذا يعني إيهام المواطن البسيط بأن النجاحات التي حققها محمد الحلبوسي هي أكبر مشكلة لخصومه، كما أخبرنا أمس وهو يتحدث عن مؤامرة دولية ضده؟ إلى صحيفة الرأي الكويتية ونقرأ منها مقالا بعنوان السبب الحقيقي لعودة كاميرون في بريطانيا، للكاتب خير الله خير الله، يقول: استطاع سوناك استغلال التجاذبات داخل حكومته في وقت يبدو واضحا أن رأيا عاما بريطانيا يتكون في اتجاه التعاطف مع غزة. كلما مر يوم على حرب غزة زادت انتقادات المواطنين العاديين لإسرائيل ولحربها الوحشية على أهل القطاع، خصوصا قصفها للمستشفيات. يتراجع حزب المحافظين أمام حزب العمال وأمام الحزب الثالث الليبرالي الديمقراطي الذي يطمح دائما إلى إيجاد موقع سياسي له ثقله في بريطانيا. هذا ما كشفته كل الانتخابات الفرعية التي أجريت في الشهور 12 الأخيرة. ويضيف الكاتب: لن يتمكن كاميرون من المساعدة كثيرا في جعل بريطانيا تستعيد موقعا مميزا على الساحة الدولية. تواجه بريطانيا في الوقت الحاضر تحديات كبيرة تحتاج إلى سياسيين من وزن كاميرون. يعرف العالم، يعرف الرجل الشرق الأوسط والخليج جيداً، ولديه علاقات قوية مع الصين، كذلك يعرف معنى الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية التصدي لهذا الغزو. أكثر من ذلك، يعرف كاميرون أن على المملكة المتحدة إيجاد طريقة لاستعادة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء الكارثة التي حلت بها وباقتصادها نتيجة بريكسيت. لن يتمكن كاميرون من المساعدة كثيراً في جعل بريطانيا تستعيد موقعاً مميزاً على الساحة الدولية، لا في أوروبا ولا في الشرق الأوسط ولا في الخليج. ما يستطيع كاميرون عمله هو تلميع صورة سوناك وتمكين حزب المحافظين من البقاء في السلطة بعد الانتخابات العامة المقبلة. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه حكومة سوناك حالياً، وهذا السبب الحقيقي للاستعانة بكاميرون لا أكثر ولا أقل. ونقرأ مقالا بعنوان المحرقة الفلسطينية الوعي والتأسيس، نشره موقع عربي 21 للكاتب محمود النجار، يقول فيه: يجب أن يستثمر أحرار العرب المحرقة التي قام بها الكيان المحتل في قطاع غزة لتكون أيقونة تاريخية يذكرها التاريخ،
وتقام بشأنها المؤتمرات والمهرجانات المؤيدة لفلسطين في كل أنحاء العالم. وعلى المفكرين والمثقفين العرب أن يشكلوا لجنة عربية أجنبية موحدة يكون من أبرز أدوارها فضح همجية الاحتلال وإجرامه، وأن يحثوا أحرار العالم على القيام بدورهم في هذا الإطار. ويقع على عاتق المثقف العربي الدور الأكبر في إيصال صوت الفلسطينيين، ولأننا لم نكن نتوقع أن يصدر عن القمة العربية الإسلامية أفضل مما كان، فلا بد من التحرك الشعبي على كل الأصعدة أثناء المعركة وبعدها ولفترة طويلة. وعسى أن تكون محرقة غزة حافزاً للجماهير العربية لمواجهة تلك الأنظمة، فلا سبيل لتحرير فلسطين في ظل هذه الأنظمة الخانعة المستسلمة التي لم تستطع مجتمعة إدخال صهريج وقود للمستشفيات. لقد ثبت بما لا يحتمل الشك بأن الغرب وسياسييه كارهون للعرب والمسلمين، وأنهم كانوا يبطنون الحقد على كل ما هو عربي أو مسلم. فجاءت اللحظة الفارقة التي كشفت نواياهم وفضحت مدى الكره الذي يكنونه لنا، وأظهرت بشكل سافر كذبهم ونفاقهم، لكن رب ضارة نافعة. فما حدث من أحداث وتداعيات كشف للسذج والواهمين عن مكر السياسات الغربية وتعاملها غير الإنساني مع شعوب دون شعوب أخرى. ولنا في أوكرانيا أوضح مثال، فقد رأينا كثيراً ممن كانوا يتغنون بالديمقراطية الغربية ونمط الحياة الغربي وقد تغيرت آراؤهم بعد أن رأوا الانحياز الأعمى والدعم غير المحدود للكيان المحتل وتشجيعه على قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمساجد على رؤوس الموجودين فيها، ناهيك عن تدمير آلاف الوحدات السكنية وما وصل إليه عدد الشهداء والجرحى حتى اليوم. واليوم تتعالى الأصوات في دول الغرب منددة بالإجرام الصهيوني وداعية لوقف الحرب ومحاسبة الكيان على جرائمه. فالتظاهرات التي عمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول قضت مضجع الكيان الصهيوني. إلى متابعة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من المفطر، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الصور المختارة لكم هي من صحيفة العربي الجديد عن أطفال غزة. مؤلمة هي مشاهد الأطفال الجرحى في قطاع غزة. يوميا يحمل كثيرون إلى ما تبقى من مستشفيات ولا يجدون السر. يعالجون على الأرض أو خارج المستشفى. يبكون ويصرخون
ويتألمون ويودعون أهلهم ويصبرون أنفسهم بأن أهلهم شهداء، ويأملون أن يعودوا إلى بيوتهم وألعابهم وكتبهم وأصدقائهم أو من بقي منهم على قيد الحياة. لم يعيشوا طفولة عادية ولن يتابعوا طفولة عادية حين تنتهي الحرب. لن يكون سهلاً تجاوز هول المشاهد والخسارات، سيراكمون وجعاً لن تمحوه السنوات بسهولة، وحقداً على العالم الذي تخلى عنهم. هؤلاء الذين ما زالوا على قيد الحياة يدركون أنهم قد يخسرون حياتهم في أي لحظة، أو أطرافهم أو أفراد عائلاتهم. هؤلاء يعرفون أن الحرب أخذت منهم الكثير، مع ذلك فإنهم لا يستسلمون أو يسلمون، بل يساعدون ويحضنون بعضهم بعضا في محاولة لتجاوز المأساة. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الجفاف يعني بشكل كبير انه صار تاثير على الارض، ما ضل خصوبه. لو في عنا امكانيه نعمل بيوت بلاستيكيه، عنا امكانيه لاروى بالري بالتنقيط المرشات، يعني هذا كله عنا نقص السماد والادويه لسه بشكل كبير. الارض من كثر الجفاف يعني ما عاد تعطي، بدها شيء كمان تقاوم، يعني الارض مثل الانسان كمان بدها شيء دعم. تصل لل 45 لل 47 قامت تصل، يعني في ناس في اطفال مخها ذابت من الشوك. نحاول نبخبخها مي ونرطب جوها مشان من حماوة الخيم هذه فوق روسنا نايلون. وبالشتويه رجعتها بالنهار دافيه، وبالليل ما احنا نعرف شو بنحط قدامنا. ايام الله يعزك عم نحط، يعني اكثر شيء نحط حذاوي بالصوبات. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله. إلى اللقاء.